استعراض. ما حجم العملاق مولوك؟ عندما يبدأ في السير تصرخ أمه وتقول زلزال. شيء سيء، لا أشعر بك، النتيجة لا. يجب أن أنسحب من التصويت يا ميلوك، هي له من عائلة من قوس. وانفري دموعك أيتها الفضائية الكونية. هذا أسوأ أداء حدث في نجم نجوم المجرة. كممثل أنت فاشل. الحكام مخطئون. مولوك لديه موهبة. حسناً، سأعطيك فرصة. هذا رائع حقاً، فريق الهيب هوب لديه رحلة ميدانية. انتظري حتى نذهب ونرى راقصي هيب هوب حقيقيين. أرجوكم، سيشاهدون حركاتي، فانتظروا، سيعتزلون مهنتهم للأبد. حتماً ستصبحين من المشاهير، فأنت مغرورة وأنانية. أشكرك يا بيتي. وصلنا يا أولاد، دنيا التلفاز المدهشة، جهزوا أنفسكم للإثارة. ماذا قلت لكم؟ لابد أنهم يصورون برنامج. الآن مكانكم، سأبحث عن مرشد جولتنا. أوهو، مثير. هذا ليس برنامجا تلفزيونيا يا سباركي، نحن هنا في الفضاء. إلى كوكب فرازل. ألا توجد دروس هيب هوب؟ ملوك؟ ملوك سعيد برؤيتك يا سباركي. أجل، وأنا كذلك. ماما أيضا مسرورة. هو أنت مختطفون الفضائي؟ كيف يا مولوك؟ ما الأمر؟ مولوك يحتاج إلى تطوير مشهد مولوك الهزلي حتى يشارك مولوك في نجم نجوم المجرة. نجم نجوم المجرة؟ إنه البرنامج المفضل لي. أتذكر كيف ساعد سباركي مولوك من قبل؟ معركة الطعام. بالتأكيد أتذكر، ومن أجل مشاهير المجرة فقد أتيت للشخص المناسب. أشكرك يا سباركي، لكن إذا أخفق سباركي ولم أنجح في تقييم الأداء، ستأخذ ماما جميع المدرسة وتضعهم في قدر وتصنع حساء. وهكذا حظا سعيدا، سأذهب لأرى الأولاد. ها هو ترتيبك، إياك أن تضيعه. باتي، أين كنت؟ هناك اختبارات يقومون بها، هيا تقدمي للاختبار. ليس الآن، ألا نقوم بالأداء مع فريق الهيب هوب؟ وبنالوبي معنا؟ مستحيل، سأحضر لك رقم. سمعت ذلك، إن كانت باتي ستقوم باختبار فسأفعل مثلها. بقي رقم أيها الخاسرون، والمسابقة ستغلق. لقد فزت. خذي هذا يا بنالوبي. لا، هذا ليس عدلا، أنا أمتلك مقومات النجمة. يعجبني أسلوبك، أتدخلين مسابقة برنامج الألعاب؟ أوه، برنامج ألعاب، ما اسمه؟ جوربلات أو لا جوربلات. كفاكم تفاخرا أيها الفاشلون. أحتاج مساعدتك، أريد أبحثاً عن الأداء الهزلي. الأداء الهزلي يا قائدة، إنه طلب عجيب. نحن في كوكب فرازل مع مولوك، اختطفنا للفضاء ويريد أن يعلمه سباركي الكوميديا، وإلا سيحولنا للشوربة. سباركي يعلم الكوميديا؟ سأحضر إليك بأسرع ما يمكن. البنجون يلعبون المهرج، هذه تجربة أداء مثالية.
عندما تضع أمام الكلب وردة. انتظر، وردة الكلاب. أوه، ملوك لا يحب نكات الكلاب ولا حتى ماما أيضا. حسناً، إذن نبحث عن غيره. مرحباً يا أبي، أرأيت بيتي؟ لا، ما زلت أبحث عن المرشد، وأنا أتكلم مثل الفضائي. الآن ابقي مكانك إلى أن أعود. حسناً يا ولدي. نوك نوك، من أنت؟ بالضبط. بالضبط من؟ بالضبط في موعد العشاء. واك 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 واك. لن تسير الأمور على ما يرام. إكس فايف، حمد لله، إن سباركي ليس مضحكا على الإطلاق. إنهما هناك. لقد بحثت في أساليب الكوميديا كلها وانتقيت أفضلها، لكن أولا سألقي محاضرة عن عناصر الفكاهة. حسنا، سنتغاضى عن هذه المحاضرة لنبدأ التمرينات. أنا ممثل كوميدي جيد. تشا 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 تشا. هيا ثانية. توقف، غير معقول، التمارين سيئة. أبحاثي تؤكد أن هذه النكات تجعل الكائنات الموجودة في الكون تضحك بنسبة 99%. المشكلة ليست في المادة، ولكن المشكلة في أداة التوصيل. مولوك لا يفهم، ما هي أداة التوصيل؟ إنها أنت يا مولوك، ككوميديان أنت لا تقارن بمكنسة كهربائية. هذا سعيدا، موفقة. لا تقولي هذا. من يرتدي زيا تنكريا؟ حسنا مولوك، حان وقت نجاحك. إنه أنت ثانية، أتمنى أن يكون جيدا، وإلا هيا. إنها فتاة حرة. فتاة فوق العادة، محاربة. إنها فتاة تحب السناجب، وهي فتاة خارقة فوق العادة. مولوك وصل للدور الثاني، أصبحت مغنيا يا ماما ولست مهرجا. أشكركم جميعا على المساعدة، لكن مولوك سيؤدي وحده. لا أحب أن يشاركني أحد الأضواء. حسنا، هذه مناسبة لك. رائع، أين بينيلوبي؟ حسنا، افتح الحقيبة. إنه قربلات، تهانئي. أقول لو مكانك سأهرب. حصريا على ستار ديما. أن فرقتك لم تفز. هذا الشيء استخدمك لتساعديه. أين العدالة؟ الرحلة كانت سيئة. حسناً، ليست كل الرحلة. الحارس
المنشوري. هيا اخرج حالاً. لا يوجد أشرار هنا فقط. واو، أنوف الحيوانات، إنها المفضلة لي. لقد انتهيت. مصاص الدماء بخلاء سيدفعون ثمن احتيالهم الشرير. سباركي، أين كنت؟ أركل بعض الأنوف يا قائدة. هل أذيت؟ لا، أتجول هنا وهناك، أطفو مثل وحش الوازل، ألدغ مثل الديناصور. يا للسخرية عندما أجبر الأحمق سباركي أن يدمر أتومك بيتي. لقد التهم هذا الشره كل أقراص الحاسوب يا سيدي، كلها. إنه تحت سيطرتك الآن، أنت عبقري يا سيدي. أخبرني شيئا لا أعرفه أيها الأحمق. هيا يا سباركي. هل تسمعني؟ نعم، هي كرة الشعر المنتفخة. عند منتصف الليل سوف تقوم بتدمير أتومك بيتي. سأفعل، سأدمر أتومك بيتي. وبينما تقوم بذلك أرشدنا إلى مكان مركز قيادة المجرة. هيا يا سباركي. لا أعرف يا بيتي، الأمر صعب علي. لا تمزحي، تزحلقي أسفل هذا المنحدر، اقفزي، دوري في الحلقة، ثم أشعلي الألعاب. عند منتصف الليل سيكون رائعا أو جنونيا. لا أشك في قدرتك على القيام بهذا. ستتناولين الإفطار؟ شكرا، يجب أن أتقنه، سأكمل التدريب. أتشعر بخير؟ أنا بخير، هذه الأنوف باردة ولكنها لذيذة. ماذا؟ كاميرا سباركي لا تعمل. خنزير الفضاء هذا أكل الكثير، الأقراص تلغي بعضها البعض. اختبار، اختبار، هذا مينيماس. واو، هذا مذهل يا سيدي. نظف الممر الخامس. اتركها أيها الغبي، حاول إصلاح جهاز الإرسال، يجب أن أعرف مركز قيادة حراس المجرة. وكيف سنفعل ذلك أيها الزعيم؟ يجب أن نسترجع سباركي، استخدم مصاص الدماء. وهو كذلك. 10-4، هل تسمعني يا بيكر؟ بيكر، فوق تحت، فوق تحت، فوق تحت، استديروا تماما، انحناء وتمايلوا وتمددوا. سأعيد على سباركي محاضرة تحتفظ بشخصية متواضعة. ينبغي أن يذهب لممرضة المدرسة أو ربما الطبيب البيطري. أعتقد أنه يشعر بالجفاف يا أنسة دورلي، سأقذف به في البئر. ما زالت الكاميرا لا تعمل. أتومك بيتي تقضي على مصاص الدماء. تراجعوا، تراجعوا، تراجعوا.
تراجعوا تراجعوا تراجعوا. ما الأمر يا سباركي؟ إنه يرى شيئا. لنرحل يا إكس 5 من هنا. توقفوا تراجعوا تراجعوا. سباركي، لما طلبت منا الانسحاب؟ هل ظهرت سفينة لمصاص الدماء؟ لا أعرف، ولكني فجأة قلت ذلك. ارقصوا. إكس 5، راقب سباركي جيدا، إنه يتصرف بغرابة واضحة. أجل يا قائدة، بالنسبة لسباركي هذا سلوك لم يسبق له مثيل. ولكن حركاته تحسنت. عجبا، مهرجان الألعاب النارية قد أصبح شعبيا. ما الأمر يا قائدة؟ كنت رائعة. أشعر بالقلق حين أفكر في كل هذه الجماهير. يدي متعرقتان وأخشى وقوع الشعلة. ربما أستطيع مساعدتك يا قائدة. القفازات الممغنطة اختراع عبقري ومفيد جدا. يا للهول، ماذا لو حضر تشاز الليلة وشاهدني؟ يجب أن أتأكد أنه لن... ما هذا؟ القفاز يحتوي على مغناطيس زائد قوي، مما أثر على أقراص الحاسوب في هاتفك الجوال وعطله عن العمل. كنت أفضل لو أخبرتني بهذه المعلومات مبكرا. من الناحية الإيجابية، القفاز الممغنط سيكفل لك عدم سقوط الشعلة. شكرا يا إكس 5، أعرف أنك تساعد. هاي، أين سباركي؟ سباركي؟ هذا عجيب، لقد كان هنا منذ دقيقة. سوف تعثر على حاجز صوتي. سأعثر على حاجز صوتي وأملك السلاح. رائع رائع. والآن سوف تدمر أتوميك بيتي. أدمر أتوميك بيتي. هذا هو أفضل موقع للاستمتاع بالألعاب النارية. سوف أدمر أتوميك بيتي عند حلول منتصف الليل. ثمانية سبعة ستة. لقد رأيت هذا الضوء من قبل، وهو ليس جيدا. إنه سلاح محظور. أوه لا، سباركي سوف... اثنان واحد. قائدة، سباركي في الساعة الخامسة، اضربيه بقفازك الممغنط. ألقي القفاز الآن. رمية جيدة. لقد محى المغناطيس أقراص الحاسوب في معدة سباركي. هل سيمتنع عن أكل أي شيء؟ سباركي، أنت بخير؟ معدتي تؤلمني، لم تؤلمني من قبل. أتعلم ما معناه؟ يجب أن أكون حذرا في الطعام. انظر يا سيدي، هذا هو الشيء الوحيد الذي لم يدمر. 100 إبلة نسمو مقابل حطام هذه القلعة. بيعت لهذا الخادم فاقد الوعي. القطعة الثانية المعروضة هي الخادم فاقد الوعي. هل يريد أحد شراءه؟ اختبار الاصطدام لنوع الوميض الخارق. لقد أكملت دورة كاملة يا نوع. من حسن حظك، لقد كنت أختبر أداة تزويد السرعة تدعى خارقة الصوت. هل تود... بالطبع، وانظر. دعني أحذرك.
هذا الحزام رديء. بكل تأكيد. على أي حال أعتقد أنه ما زال يحتاج إلى بعض التعديل. أوه، ماذا يوجد هنا؟ غريب، كانت هذه أسرع سرعة له. Atomic Betty, Double Man Heat.